عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ أخوكم محمد أبو حمزة جابر العثرات الكرام. رمضان كريم ومبارك طاعتكم إن شاء الله، وإن شاء الله شهر خير وبركة على الأمة الإسلامية وزوال هالوباء اللي موجود حاليا، وباء كورونا إن شاء الله يا رب عن جميع بلاد المسلمين. على بركة الله نبدأ فيديو اليوم. يتحدث يا جماعة الخير عن مساعدة سلة إغاثية لطفل، الطفل بعمر من مولود جديد إلى 4 سنوات، يعني لازم يكون عمر الطفل ضمن المجال من 4 سنوات فما دون، تمام يا جماعة الخير. طبعا المعلومات اللي لازم تدخلهم هي معلومات إما الأب أو الأم، أي منهما يعني يصلح لهي المساعدة. إذا عندك طفلين أسجل مرتين على الرابط، تمام يا جماعة الخير. على بركة الله نبدأ. كالعادة أنا محتفظ برابط التسجيل على هذه المساعدة بصندوق الملاحظات تبع تليفوني. طبعا المساعدة مقدمة من جمعيتين، جمعية النور وجمعية أخرى، جمعية تركية الظاهر. على بركة الله نبدأ. طبعا راح أترك لكم يا جماعة الخير رابط التسجيل بصندوق الوصف تبع قناتي على اليوتيوب أسفل الفيديو، تمام. مجرد أنك تضغط على السهم أسفل الفيديو يظهر لك الرابط، تضغط عليه وتسجل. الخطوات إن شاء الله بإذن الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، اشتراك بالقناة على اليوتيوب، مشاركة الرابط على مجموعات الفيسبوك، تويتر، الواتساب، مشان الجميع يستفاد، مشان الجميع يعرف يسجل على هذا الرابط. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نبدأ. هيا يا جماعة الخير الرابط، يعني مجموعة من الأمور لازم ندخلها، بيانات طبعا. هون كاتبين بالعربي التركي، يعني راح ننسخه يعني مشان الناس اللي ما يعرف. أي نسخ، نروح على المترجم يا جماعة الخير، تمام. أي أضعف الأمور يعني مشان الناس تعرف. يجب أن تملأ الأسرة التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات وأقل، تعبي هاي البيانات. يجب إدخال معلومات الأب أو الأم للطفل، تمام يا جماعة الخير. يلا على بركة الله نبدأ. أول شيء رقم التسجيل اللي هو رقم 99 للأب أو للأم يا جماعة الخير، ندخله بشكل يعني طبعا مؤلف من 11 رقم. الاسم، اسم الأب مثلا بالأحرف الكبيرة يا جماعة الخير، مثلا ألي، مثلا الكنية مثلا أحمد، جنسك، الجنسية أو الجنس هي إما ذكر أو أنثى، مثلا إيركيك. البند اللي بعده يوروك هي جنسيتك، مثلا سوري. كم وزن الطفل يا جماعة الخير؟ من 3 إلى 16، من 7 إلى 13، من 11 إلى 25 كيلو، حسب وزن الطفل. تاريخ ميلاد الطفل فرضا يعني2017 9/11 مثلا 2017، تمام. أي طرف من اسطنبول، أوروبي ولا آسيوي؟ مثلا أوروبي. المنطقة اللي تسكن فيها مثلا باغجيلر أو أسنيورت أو أسلر مثلا. الأدريس تبعك مثلا، يعني محل رقم الزواج مع رقم الشارع، مع اسم الشارع يا جماعة الخير. تليفون يعني تدخل تليفونك بشكل نظامي، مثلا 05 42 إلى ما شابه. طبعا السؤال هذا سيزينيا، هل يوجد أحد مريض بالكورونا في العائلة؟ إما نعم أو لا. طبعا هون الإجابة على السؤال السابق، دك شلون تجيب على تجهز الإجابة؟
تجهيز الإجابة يا جماعة. طيب Evinizin ücretlerine, faturalarına ve yiyecek maliyetlerini karşılamak için. ادخل على المترجم وتكتب مثلا بالعربي لا يوجد إصابة بالعائلة. تمام، تنسخ هذا الأمر، نسخ، ترجع على الرابط، لصق، تعطي إرسال يا جماعة الخير. تمام، راح أترك لكم الرابط التسجيل بصندوق الوصف تبع قناتي على اليوتيوب إن شاء الله. أي سؤال أي استفسار يا جماعة الخير اتركوا التعليق أسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.